ايه الفرق بين العهد القديم والجديد؟ والاساس اللي قايم عليه القديم ايه واللي قايم عليه الجديد ايه؟ العهد القديم قايم على فكره القانون انه في 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 شريعه هذه الشريعه بيعطيها الملك او بيعطيها الله آه الشريعه التي اعطاها آه الفرعون العبراني موسى هي شريعة متكاملة لانضباط الحياة بكل نواحيها والشريعة التي نسبت إلى عدالة الله لا يمكن أن تقوم لها قائمة بدون العقاب لأن دلوقتي إذا, إذا لم يكن هنالك عقوبة للخطأ فما قيمه القانون ومن ثم فقد ارتبطت الشريعه بشكلين من الردع ردع حاضر انه اللي يقلع عين اقلع له عين اللي يكسر سنه يكسر له سنه اللي يعمل خطا الفلاني يعاقب بالعقوبه الفلانيه وردع ابدي اللي هو بقى جهنم النار للعصاة فالمسألة بقيت ان في شريعة وانه معيار ان تعاقب هنا بالقانون بهذه الشريعة ايه الشريعة قالت ايه والمعيار ان ان الانسان سيعاقب بجهنم النار الشريعه برضه ان هو ما عملش بهذه الشريعه يعني هو هيعاقب مرتين طبعا ده دي اشكاليه تانية ففي النهايه الموقف انه لم يعمل بالشريعه فبيعاقب جزائيا هنا طبقا لاحكام الشريعه وابديا هناك بجهنم النار المسيحيه ليست شريعه على الاطلاق مش قايمه على الشريعه المسيحية قايمة على فكرة تانية الشريعة معناها أن تفعل ولا تفعل أن تفعل الشر أو لا تفعل الشر وتفعل البر يعني أن تقتل لا تقتل أن تسرق لا تسرق أن تشهد بالزور لا تشهد بالزور الفعل اهو فالفعل هو الجريمه المسيحيه قايمه على فكره ان تكون او لا تكون ان تكون قاتلا او لا تكون قاتلا ان تكون مشتهيا عشان كده الشريعه في القران القديم قالت لا تزني فيقول لك انا ما زنتش المسيح قال له من نظر الى امراه ليشتها فقد زنى بها في قلبه مش الفكره انك زنيت ولا ما زنيتش الفكره ان انت كيانك مليان بالزنا دي بقى المسيحيه واللي ما فهمش دي ما فهمش الانجيل هيعيش ويموت من غير ما يفهم هو الانجيل ما فهمش الاساسيات دي اللي في 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 الموعظه على الجبل ما فهمش المسيحيه هي ايه؟ مسيحية هي دي المسيحية بقى ليس ان تفعل ولا تفعل ولكن بالاحرى قبل ما نروح لتفعل ان تكون ولا تكون فان تكون سارقا ان تكون كارها ان تكون قاتلا قبل ما ما ما, ما نيجي لإنت انت قتلت ولا ما قتلتش ف فمعيار الشريعه في في العهد القديم زي ما شرحت كده فعلت او لم تفعل ومن ثم فاذا فعلت الشر نوديك جهنم واذا فعلت الخير نوديك الجنه لا المسيحيه مش كده المسيحيه ان تكون او لا تكون فاذا انت شرير ما انت في جهنم خلاص جهنم موجوده جواك واللي انت فيه هو اللي هتكمل فيه بعد كده الواقع بتاع الانسان ما هو عليه هنا هو اللي هيكمل فيه فيما وراء الموت